قوم ياض، كلم المعلم. قوم معلم بلعوطه، اتفضل. بتتلحلح يا يالا ازاي؟ ايه دي اللي ازاي؟ الارضيه يا خفيف، نضف ياض الزباله يالا. انت باين عليك غبي ياض ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تغلطش. الله 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 الله، انت بترد عليا كمان يا ابن المتضايقه؟ بلاش سيره امي، ما تجيبش سيره امي على لسانك. الله الله الله، انت هتكتر معايا في الكلام ياض ولا ايه؟ انت بقى انا هعمل معاك الصح وابوظلك وشك. ولا ابعد عن ياض انت اهو. قوم يا مصطفى. مالك وماله يا بلعوطي؟ يا باشا الواد ده ايه الادب وطول لسانه عليا. انت شتمته يا مصطفى؟ والله العظيم يا باشا ما حصل، ده كداب. هنفرض بقى ان انت شتمته، مش لازم تختمها بقلم على وشه؟ ايه ده ايه ده يا باشا، انا مش فاهم قصد حضرتك ايه بالظبط. اثبت يلا عشان يلسعك بالقلم. يا باشا ما ينفعش، انا برضو ليا هيبتي هنا في المكان. هيبتك دي على نفسك يا روح امك، مش على الحكومه يالا. عفوا يا باشا، بس ما يجيش واد معفن زي دوت يوقع بينا وبين بعضينا. اثبت يا روح امك. اضربه يا مصطفى. لا خلاص يا باشا انا مسامحك. بقول لك اضربه يا باشا. ده امر يا مصطفى، اضربه. اضرب. دي عينة بسيطة للي ممكن يحصل لأي حد فيكم لو حد حاول يتعرض له، فاهمين؟ غلط غلط يا أشرف، اللي حصل ده غلطة وغلطة كبيرة كمان. كل الحكاية يا فندم إني كنت بحاول أفك الاشتباك اللي بينهم لأنهم كانوا هيموتوه من الضرب. لا يا سيادة الرائد، اللي حصل إنك حميت له وحسست العساكر والمساجين اللي كانوا واقفين إنه تبعك. تبع يعني إيه يا فندم؟ ده فاهم قصدي كويس يا أشرف. تصرفاتك الأيام دي مش عجباني يا أشرف، مش عايز بعد ما كنت من أكفأ الضباط في السجن عندي صورتك تتهز قدامي. أنا آسف يا فندم، ما كنتش متخيل التصرف ده ممكن يتفهم كده. كل الحكاية إني حسيت إنه بريء. مش شغلك، مش شغلك ولا شغل يا سيادة الرائد، إحنا جهة تنفيذ أحكام مش جهة إصدار أحكام. اللي يقول إن مذنب ولا بريء المحكمة مش إحنا. أي حد هنا يبقى مذنب وبيقضي فترة عقوبة ويتعامل زيه زي غيره، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. أشرف يا فندم، في إشارة جات من الوزارة بتحدد ميعاد التحقيق معاك، أرجو إنك تثبت براءتك عشان ما أحسش إني اخترت غلط. أخيراً حققت كل اللي كان نفسي فيه، بقى معايا فلوس وراجل بيحبني. ربنا يسعدك يا بنتي. أنا عمري ما كنت أتصور إني ممكن أقابل واحد زي نديم ده، طيب قوي. يا أختي ما تطمنيش قوي كده، لا يطلع فيها عيب زي اللي قبله. لا ده غيرهم، انتي مش متصوره عايز يعمل لي ايه. ده عايز يديني 5 مليون جنيه وعايز يكتب لي الفيلا هنا باسمي. يا خراشي، ده باين عليه بيحبك بصحيح يا نعمه. مش بقولك حبه ليا خلاني امسك نجوم السما بايديا، حبه ليا خلاني احبه اكتر ما هو بيحبني مليون مره. انت متهم بالتفريط في اداء واجبك الوظيفي مما ادى الى هروب اشقياء من تنفيذ احكام، ومن بينهم 2 إرهابيين. يا فندم انا قاومت وحاولت امنع هروبهم على قد ما اقدر، واظن انه مذكر في التقرير الطبي قدام حضرتك ان انا اتصبت. بس سواء عربيه الترحيلات قال انك انت اللي طلبت منه تمشوا من الطريق النائي ده. فعلا يا فندم انا اللي طلبت منه كده، بالرغم من طول مسافته، لان السكه كانت زحمه وقررت ان احنا ناخد الطريق ده عشان ما نبقاش هدف ثابت سهل اصطياده. وبعدين؟ بعدين طلعوا علينا وحصل اللي حصل. ما اخبيش عليك الموقف صعب، وعندنا شكوك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع، وخصوصا ان في 2 من اعضاء التنظيم الدولي كانوا من ضمن اللي هربوا. يا فندم انا قلت لحضرتك كل اللي عندي، وانتوا المفروض تردوا لي اعتباري وترجعوا لي حقي. مش لما نثبت براءتك الاول. سيادتك هو انا متهم؟ مش بقولك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع وفي فلوس كتير قوي مدفوعه علشان ده يحصل. حضرتك تقصد ان انا متواطئ معاهم؟ كل الاحتمالات مفتوحه يا سياده الرائد. انا برفض تلميح سيادتك ده وبطلب اثباته في التحقيق الرسمي. حقك وحقنا نحقق. يا فندم انا رافض رشوه بمليون جنيه، وسيادة الوزير نفسه مكرمني. وده أدعى إنهم يختاروك أنت علشان عمرك ما هتثير الشكوك. يا فندم إزاي حضرتك تفكر إني ممكن أعمل كده؟ قدام الفلوس الكتير بتضعف نفوس كتير قوي يا سيادة الرائد. ولا أنت مش معايا؟ تقدر تقول لي منين بتدفع مصاريف علاج ابنك في مستشفى من أكبر مستشفيات نيويورك؟ يا فندم ده ورث من أبويا الله يرحمه،
قولها لي مذكر في اثبات الذمه الماليه ان والدي تاجر، يعني عندنا ممتلكات. ايوه بس دي مبالغ مش قليله، وانت نفسك طلبت مساعده الدوله في علاج ابنك، يعني ما كنتش تقدر تعالجه على حسابك. يا فندم انا ما اعرفش حجم ممتلكات والدي كام، وما كانش ينفع اساله قبل ما يموت، لما يموت هيسيب لنا كام. ياه، وهل ممتلكات والدك كتير قوي لدرجه انك تدفع كل المبالغ دي في علاج ابنك؟ ده غير ان ده نصيبك انت لوحدك، ولسه نصيب اختك واخواتك الاثنين ووالدتك. انا اخواتي بيساعدوني، لانهم مش معقول يشوفوا ابن اخوهم في الوضع ده وما يساعدوهوش. طيب انا عايز اعرف نصيبك كام في ثروه المرحوم والدك. ده دخله ايه بموضوعنا يا فندم؟ يمكن لو قدرنا نثبت ان ليك دخل كافي يغطي مصروفاتك جايز ده يشيل عنك الشبهات. حضرتك معايا ولا بتتهمني؟ انا مع الحق يا سياده الرائد. وايه المطلوب مني بالظبط؟ بيان كامل بكل الممتلكات والثروه اللي تركها لك المرحوم والدك. طول عمري بتعامل بامانه وشرف، عمري ما تخيلت ان اكون موضع شبهات. ولا يهمك، ما دام انت مظلوم تاكد ان ربنا هينصرك وهيظهر براءتك. بس كل الامور اتلخبطت، الشغل والبيت والاسره كلها معاني اتحرمت منها. هي هدى عامله ايه دلوقتي؟ اخر مره زرتها فيها صعبت عليا قوي لدرجه خلتني مش عايزه ازورها تاني. ازاي الكلام ده بقى؟ انت لازم تزورها وكتير علشان تحس بوجودك جنبها. ايوه بس دي مش حاسه بيا خالص، بيدوها ادويه مخليها حد تاني. معلش دي مجرد فتره مؤقته لحد ما يعدوا بيها المرحله الصعبه دي. لحد امتى بس؟ ادخل. الاستاذ محمد الميكانيكي جه بره وعايز يقابل حضرتك. انت مش شايفه ان انا عندي جلسه؟ اصل بيقول ان حضرتك مش هتقدري تروحي بالعربيه النهارده. ليه خير، اندهيله. حاضر، عن اذنك سوي. اتفضل. السلام عليكم يا دكتوره. السلام. خير يا استاذ محمد؟ خير ان شاء الله يا دكتوره. الموتور عايز نص عمره. نص عمره مره واحده ليه؟ لا مؤاخذه يا دكتوره، الاديتير ما كانش فيه نقطه ميه، وجون وش السلندر ضرب، والحمد لله جت على كده يا دكتوره. يعني هتجيبها لي امتى؟ ان شاء الله كده بعد 3 ايام ان شاء الله. 3 ايام دي كتير قوي، العربيه دي ايدي ورجلي يا استاذ محمد. خلاص يا دكتوره، عنايه ليكي، اخلصها لك بدري بدري. السلام عليكم بالاذن. وعليكم السلام، امر لله. خلاص رحلة المدرسه ازاي دلوقتي؟ شفت يا سيدي؟ مش لوحدك اللي عندك مشاكل. طيب ممكن تسمحي لي زي ما بتساعديني انا كمان اساعدك؟ ازاي؟ يعني خليني اوصلك تجيبي حياه من المدرسه. الله، انت مش بعت عربيتك؟ ايوه بس انا باخد عربيه بابا الله يرحمه، ترحمني شويه من بهدله المواصلات. بس انا مش عايزه اتعبك معايا. لا لا خالص، مفيش تعب ولا حاجه، ده واجب.